أكد مشاركون في لقاء حول موضوع المنظومة الصناعية لقطاع السيارات بالمغرب فرص الاستثمار في صناعات نامية أن قطاع صناعة السيارات يعد قاطرة أساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني الراهن وفي المستقبل المنظور. وأبرز المشاركون خلال افتتاح هذا اللقاء الذي ينظمه التجاري وفابونك والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات أن كل المؤشرات الحالية والمستقبلية تشير إلى أن هذا القطاع يتطلع بدور أساسي في إنعاش الصادرات وتوفير فرص الشغل، فضلا عن مساهمته في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني. هذا التطور اللي تعرفوا هذا القطاع يمكن يكون عندهم يخلق لهم واحد الفرص ديال الاستثمار ويقدر يجيب واحد رأس مال مغربي بالنسبة لهذه الصناعة اللي تتعرف واحد تطور كبير، بحيث ما بين 2014 كنا في 40 مليار ديال درهم ديال التصدير، غادي نوصلوا إن شاء الله لفوق 100 مليار وفوق 200 2020.